يلا هذا الحين الفلفل. هذه بصراحة الجلاب جامون يعني من أكلاتي المفضلة. قبل لا أتعلمها كنت أروح المرقاب عشان أشتريها من المحلات الهندية، لكن من تعلمتها قمت تقريبا بالشهر مرتين أسويها خوفا على نفسي من السكر، ولا كان سويتها كل يوم. بل لا 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 صعبة، صعبة وايد ولذيذة وايد. أدري والله. أي. الحين شايفين مستوى البصل هني شلون ذبل، اقدر انا ادش انزل بالباقي الاغراض. هذا مستوى البصل ذا ذبلان. ها اي. والحين ابي اجيب الفلفل الاخضر ويا الثوم بس او يعني هذا عفوا مو فلفل اخضر، فلفل. انا استبعدت الفلفل الاخضر يا جماعه لان الاصفر هني يلعب وايد حلو كطعم بعد، طعم ولون في حالات، نسبه حالات، في نسبه حالات حلوه. أي. وايد. اي. وبنفس الوقت الاخضر هالايام يسوي مروره، ترى له موسم يصير يسوي مروره، فهالايام يسوي مروره الفلفل الاخضر. زين الحين نحرك الفلفل ونتركه بعد يذبل ونكمل البصل معانا يذبل. ام احمد تراقبين لي العيش ان شاء الله. شوف هي احنا لما تحزز الحبه ايوه ايه تصير فيها حزوز، معناته العيش بدا يستوي. استوى. احنا هني نبي ثلاث ارباع اللحم. اي لان عندك بخار. أي. الخضره مالتي. نعم. الحين وصلنا حق الفلفل هذا. أي. الحين صراحه احسن وقت نحن تغطي. مو هذه مالته. هذيك مقطعته. احسن وقت نغطي عشان يذبل. نشوف العيش معاكم. حزه شو؟ بعد شويه. بعد تو الناس. شوفوا اذا تلاحظونه ترى بعده ما في الحز الحزوز اللي انا قلت لو تشوفونه بعده ما بينت. ريض. لما تبين يعني معناته غايه خلاص، قياسه مضبوط مثل ما يقولون. بعد لحديد سهل مثل ما يقولون. نعم. خلاص شيء بسيط يبيله. ممتاز جدا. لانه ورانا ما راح نخلي شو اسمه يرترت الماء. نعم. فيتبخر معاه. زين انا بعد هم ودي انوه على طرق المشاركه. عندنا هني طبعا راح تظهر معاكم الارقام على الشاشه، والله انا صعب ما احفظ الارقام سامحوني، بس موجود ارقام الوطنيه والزين والفيفا وسفرتنا عربي او انجليزي على الفيسبوك. هذا اعتقد خلاص على الفيسبوك هذا. سفرتنا تكتبونها عربي او بالانجليزي هم يطلع لك، وعاد كيفك شخبط على الطوفه على المحول، اكتب اللي تكتبه، صدرنا وسيع ونحبكم. انزين الحين نبي نشغل العيش. تعطيني محمد اخاف تعورين شيء؟ تفضل. اخاف على بنت عمي انا يصير. اشوف نبي محمد شوفي وياك هذا قاعده اشوفه. شرحي عليه على ما لو تشوفون بدت تثقل الشيره. شوفوا مو مثل مساعه قامت تنقط اثقل، بس بعد انا شيكت عليها. اذا تشوفون الشيره الثانيه اللي انا مسويتها شوفوا فرق. شوفوا تحس انه ثقيله، لا هي ثقيله ولا هي خفيفه، بس هني بعدها يبي لها طبخ. يلا محمد ابي الكاميرا معي. شوف الحبه. الحبه ممتازه. صبر. شوف الحبه شلون طولها وحلوه. اي. وابي ام احمد تذوق تقول لي في ملح ولا ما في ملح. لا خذي لي كم حبه يبين عشان كذي. لا ملحته غايه. بالضبط. ليش؟ لان الماء كبيناه نكثر. لا لا ممتاز بصراحه. انا توقعت. لا انا خاف ان يعني لا انا خاف ان الناس يفهمون ان انا وايد احط ملح. اي لا 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 بصراحه زين. بالضبط ملحته صح. بالضبط. أي. مضبوطة. احنا نتغشمر بالملح بس نحط صح. اي ما شاء الله عليك. لا والله ملحته بالضبط. بالضبط مضبوطة. اي الحين يسمونها بالكويتي غاية. نعم يعني غاية المنى. انا ما ادري اذا الحين في فاصل او لا، لان في عندي مرحلة بدش عليها. والنعم فيها. في اتصال من ام عبد الله. والنعم فيك. حياها الله ام عبد الله. فاقدينها والله. الو. السلام عليكم عبد الله. هلا هلا بالحلوين. شلونك؟ شلونك يا عبد الله؟ عساكم طيبين. طول عمرك فاقدينك من زمان. والله كنتم صايخين يمه.
ما تشوفين شر، ما تشوفين شر. من غير شر غايب المحبوب، وين بتدوري؟ ما ادري عنه والله، عرف غلطه وبدا يتدلل. يقول له من تغلى تخلى. نعم. شلونكم؟ ان شاء الله زينين. الله يسلمك. ما اقول انا هذه قصه خاطري اللي تقول عقب الدراسه مجابل الشوله. يا ام عبد الله الله يخليك تسكين الموضوع. الحين رئيس هذا ابو حسين اوباما رئيس امريكا طلع بالCNN يطبخ موشين. لا 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 ام عبد الله، انا ما بي افتح الموضوع مره ثانيه. انا بقفل قلبي ما لقوا للواد عيب، قالوا له يحمر الخدين. وسفره الشاهد جمعتنا كلنا، وسامي الشريده ولدنا كلنا. كفو ام عبد الله. بدريه وبدور طبخنا كلنا. ايوه في سفره الشاهد كلنا كلنا. كفو والله كفو. يباب يباب. يا حلوه ام عبد الله. والله ولهت عليكم. احنا اللي ولهنا عليكم. والله فقدناك. ولا بالمرقاب وياكم يا فقدناك. والله حبيبتي ما تفقدون غالي. الله يسلمك. اقول هذا الملفوف الابراق. اي نحط فوقه هذا فخار ولا حديد المقطع اللي فخار؟ اي شيء ثقيل ام عبد الله. لا اي شيء ثقيل. حتى لو صحن فوق المقطع. اي قبل نحط صحن فوق الهاون كان تذكرين. اي خابر الهاون. بس احنا هذه اللي شوفها. هذه لقيناها وعجبتنا. لقيناها وفكرتها حلوه. حتى البخار اي مقضضه البخار ومقضضه عشان تهوي من الصبار والهذا. اي تهوي وتدش. اي هذه شفتها بالاسواق الشعبيه. ايوه بالاسواق الشعبيه احنا ما قلنا ذاك اليوم. حليلها كاهي. اي حلوها. شلونك ام عبد الله زينه؟ والله ولهت عليكم. احنا اللي نولى والله. العافيه. يا زينكم شو تقولي على بدور؟ قولوا له لا تغيب مره ثانيه. انا بدي بدق له تليفون عشان ما يجي. القايم حجته معاه. نمشع راسه براس العاير. نعم. تحبله. نمشع راسه. الله يسلمك. يا زينكم عسى الله يحفظكم من العين. مشكور. والله يضيع تعبكم ودراستكم يا ربي. الله احنا درسنا ام عبد الله. انا بس ابي اقول شغله، اللي يدرس مو شرط يمارس نفس المهنه على العلم. اي صدق صدق. اللي يدرس عشان يصير مثقف. أيوة. ويصير وعنده شهادة. ويصير شخص في مجتمعه يعرف يتعامل مع الناس. أيوة بحضاريه. نعم. بس لكن المهن كلها شريفه وكلها حلوه. أيوة. ودام ان فيها خدمه، ودام ان واحده مثلك حبيبه طيبه ام عبد الله تدقين علينا ما تدقين بعين. هذا شرف لي انا ام احمد. اي والله من نعم فيك. هذه دراسه ما ياخذون فيها ماجستير ودكتوراه. مهينه. اي دراسه. انا درست المطبخ قال انا طبخ. لا مهينه هذه. لا دراسه. نعم. دراسه وامتحانات وبعدين الطبخ لفروع. اي طبعا. ايوه ما تشوفين انا دايره كلها صوب الشتوله مني وام احمد صوب الشيره. انا ماني زين بالشيره. حق الزلاطه وشيء شغلاتهم. انا بالشيره كلش مو زين. اعرف شوي دبق دبق. اي دبق. لا انا احبها لان انا احب تسكري انا احبها. انت عليك بالعافيه يعني. الله يعافيك. والله يكفينا الشر يا ولادي. مشكوره يا محمد. مشكوره في رعايه الله يا الشاهد يا حبايبي. طول عمرك. مشكوره. الله يعزكم في رعايه الله يمه. حياك الله. هلا. شنو تحط الحين؟ الحين نبي ناخذ فاصل. اي وراح نرجع ان شاء الله نكمل باجي طبختنا ان شاء الله ونشوف قلاب جامون من الشيره وين وصلت. ونعين على ما انت تضبط امورك هنا ان شاء الله. نشوفكم عقب الفاصل. حياكم الله. الحين يا جماعه لو نشوف رديناكم عقب الفاصل طبعا، نبي نشوف بالكاميرا شلون وصل مرحله البصل ويا الفلفل. شكله اشقراني حلو. وانا كنت ابي استعمل البصل الثاني بس هذا يكفي الحين يؤدي الغرض. حطينا من فوق بس. ايه شنو تبي؟ ناخذ الحين الخضره مالتنا. عندنا شبنت، السمك يحب الشبنت والكزبره اكثر. أيه. شيء. والبصل الاخضر. النعناع ما جهز ام احمد. نبي نعناع. الله يخليك. شالوا مني الثوم كنا ام احمد ها؟ لا حطيته كله. استعملته كله انا حطيته لك. شغله من وراي وانا قاعد اسولف ويا ام عبد الله. انت قلت لي. زين. الحين خضره بالشكل هذا راح انزل عليها قفشه سمنه، قفشه واحده سمنه. ايه
النعناع تبي بس ورق؟ اي بس الورق نبي نقصه بعد اذنك ام احمد. كان جاهز ما ادري وين راح. كاو ام احمد خليني انا اخذها. خلنا قصه. سكينتنا وين راحت؟ اللي قصيت فيها وين راحت؟ مشكورين مساعديننا زينين ترى. خلنا نشوف هذا. ترى خلصت بس حابة أنا أنطر بالبريك. أنا سكرتها عشان تعرفون إنه بس 15 دقيقة، فسكرت الجولة ويوم بدينا البرنامج مرة ثانية حطيناها. شوفوها إذا تشوفونها بدت تثقل مثل أيوة جسم لا بردت راح تثقل. ممتاز. الحين عندي أنا هني لو الكاميرا تأخذ هذا النعناع، هذا كميته ترى مو وايد لأنه بعدين يعطي مروره كذي. هذه الصلصة مالتي خلصت، باقي لها التتبيله، التتبيله مالته. هذا كاري بودر، هذا كاري بودر. نحط كذي كميه قد قفشه ونص ونخلط. هني طبعا ما طب الملح اكيد عدل محمد. اي كلش. اي بس هني ما في. يوم حطينا هذا صارت الريحة جميلة. سمج. خليني أنا أجيب السمك. طبعاً سمكنا مغسول منظف وكل شيء تمام. راح ننزله. الطريقة هذه حننعز كل شيء عشان أم أحمد. أعطوني الملح. وين الملح؟ يمك. ادري كاهو بيدي بس اقول وين الملح يعني بقوي قلبي. ها ام احمد هذا الثوم قاعد اقول انا ما في ريحه ثوم كامله. راح حطيت لا لا لازم شويه زياده. اوكي هذا الملح الثوم مالنا لان يوم قلتي حطيته كله انا شايفه وايد خفت صراحه. لا حطيت بس شويه ما كثر. الحين السمك راح نقلبه كذي طريقه. راح اسوي كذي ونخلط نكمل عليه. نلاحظ السمك ترى ما استوى يعني هذا مو معقول استوى. بس انا كذي راح اطفي الجوله، راح اطفي الجوله واجيب العيش كذي. راح اشتغل الحين انا هني. الحين راح احط خليك معي هني. راح احط هني شويه زيت تحت عشان ما يلصق العيش ونزل شويه عيش. شب نشول عليه نزل عيش بالطريقه هذه. نص الكميه كمية كذي. طبعا ورق الغار اخذنا منه اللي نبيه فنشيله عشان ما ضايق. حاليا السمك وهو مو مستوي راح انزله بالطريقه هذه كله هو والدهن ماله والخير اللي فيه نزل كذي. طبعا ريحه الثوم فيه فريش وانزل عليه باقي العيش. ام احمد لقيت علب قاعد شي شحلاته شوفي الله. كشلي تبي هيل وزعفران؟ لا ما احط له هيل وزعفران، احط له زعفران فوق بس كذي شويه. اي اي بدون هيل حق. ايوه كذي واسكر عليه انا. هذا مو مقطعته، هذه مو مقطعته، قاعد تخربط بالمقاطع. كذي انا جهزت. وام احمد تقدر تدش توريكم الحين الجلاب جامون. طبعا اقصر على الجوله حيل على اساس نبي يستوي يستوي يعني على اقل من مهله. انا عندي باجي الحين من البرنامج ساعه تقريبا عدل ساعه الا ربع. الساعه الا ربع تكفي انه يستوي وننشب
وتشوفونه وبعدين ناكل احنا بروحنا. انتم ما تعرفون.